السلام عليكم. سلامك أيمن، الصوت مو واضح. مين حاضر؟ أحمد خوالد، الصوت واضح؟ واضح دكتور، واضح. إن يعطيك شاء الله. العافية يا رب. الله يعافيك. إن شاء الله بنحاول اليوم نمشي شوي بالمادة. بسم إن الله شاء الله. الرحمن الرحيم. صورة واضحة؟ دكتور واضحة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم احنا بالنسبة لنا بدينا في صور تجهيزات مبيدات، واخذنا الصور بتاعت المودات الرتب الباودر الكونسنتريتس، والان بنكمل بالنسبه للتجهيز. لان اختيار التجهيز، اختيار الفورميليشن بتاع البستسايد، يتم ذلك بناء على رغبه المزارع. فالمزارع الذي يمتلك اله رش مناسبه يفضل المستحلبات المركزه التي يمكن ان تضاف مباشره الى التنك، ويعتبر قياس الحجوم المطلوب منها اسهل وانظف مقارنه مع المساحات القابله للبلد. السوائل وقياساتها اخف واقل صعوبه من المساحات. الا ان الاخيره تفضل لدى المزارع الفقير. المساحات القابله للبلد تفضل لدى المزارع الفقير لانها اقل كلفه رغم المشقه في قياس حجومها المطلوبه. كم يمكن تخزينها لمده اطول من المستحلبات المركزه. اذا الاختيار يكون على رغبه المزارع وامكانياته. بالنسبة لاختيار تجهيز تبع البستسايد، تتحكم بوفرة الآلات المناسبة في الدول النامية في نوع التجهيز المفضل، حيث يتم استعمال التجهيز الحبيبي أو المساحيق يدوياً أو باستخدام أدوات تشغيل وتوزيع بدائية مثل العلب المثقبة. عندما لا تتوفر آلات الرش، بعض الدول النامية فعندهم مش آلات رش، لذلك هذا يتحكم فيهم في نوع التجهيز اللي بيستخدمون. يستخدمون علب مثقبة، وبذلك بيستخدموا المساحيق الحبيبية أو المساحيق يدوي. في المناطق اللي يندر فيها وجود الماء، وعلى نقيض من ذلك فإن المزارع يترددون باستخدام التجهيز الحبيبي عندما لا توفر العمالة أو آلات مناسبة. هاي بدها عمالة كثيرة تجهيزات حبيبية. كما أن كلفة النقل العالية مثل هذه التجهيزات شجعت على استخدام التجهيزات التي تحتوي على تركيزات عالية من المادة الفعالة للترش مع الماء. الآن حسب الحالة المادية تبعت المزارع، عنده آلات رش، عنده قابلية يشتري تجهيزات غالية الثمن، فهمت علي كيف؟ بيستخدم تجهيزات سائلة. النقل تبع المواد التعفير أو المواد اللي بيكون تركيز المادة الفعالة قليل فيها بيكون عالي جدا. لذلك التجهيزات اللي بتحتوي على تركيز عالي من المادة الفعالة وبتنرش مع الماء بتكون كلفة النقل تبعتها أقل. يحتاج رش المبيدات من الطائرات تجهيزات تحتوي على مواد مكثفه كالسمك او مشتقات للجنيت او الهيدروكسي ايثيل سيليولوز، بتتميز بخواص طبيعيه اقوى من الهولامين عند الرد اللي بسموه تاي تيكسو تروبي. هاي المواد بتميز، المقصود في التميع انه بصير سائل اكثر. هذه المواد لانه بدها تكون سائله، والبخاخات اللي بترش فيها بتكون خاصة جدا، لذلك يجب ان تكون القوام الهلامي متميز. هسه عندنا في مواد بسموها اجوبنت للمبيدات، مواد اضافية نضيفها للمبيد. حكينا بدنا نحكي ليش تنضاف وشو هي. تعرف المواد المضافة بانها مواد تضاف الى تجهيز المبيد حتى تساعد في عمل المادة الفعالة. قد تضاف الى محلول الرش بنسبة 25% الى 0.5%. تشمل أسباب إضافة المبيدات. ليش أنا نضيف المواد الإضافية للمبيدات؟ تحسين التبليل، تقليل التطاير، زيادة الاختراق في أنزلة النبات أو الآفل، تحسين نقل المبيد في النبات أو في الآفل، النقل الداخلي بالنسبة للمبيدات الجهازية، تمديد فترة الصلاحية، تقليل سرعة التحرر للمادة الفعالة، بالنهاية تتحرر شوي شوي مشان تعتقد أن فعالية بوقت أطول وتكون سميتها أقل، تعديل رقم الهيدروجين
تقليل او منع التلاصق وزياده ثبات تعليق المبيد في محلول الرش. بعض الحالات نحط المواد هاي مشان ما يترسب المادة الفعالة، ومساعدة على قابلية الانسجام مع المواد الأخرى المخلوطة. سوري. الآن في بعض المواد نضيفها مشان إذا بتعمل قابلية للخلط بكونش مخلوطين، بصير في قابلية للخلط بين المبيدات. تقليل انجراف المبيد لانه ممكن بالطاير كثير بالهواء المرتجف ممكن يخلي بعض المواد المضافه مشان تخلي يعني كثافته اعلى شوي وينزل ويمسك على الاسطح المرشح. منع الرائحه، تحسين او زياده اذابه الماده الفعاله كمذيب يعني ماده مضافه مشان ذوبان المبيد يكون اعلى. نسخ المادة الفعالة على سطح الآفة، منع تكوين الرغوة، أي أغراض أخرى تساعد لتحسين كفاءة عملية تطبيق المبيد. إذن هاي المواد المضافة تساعد في تحسين كفاءة عملية تطبيق المبيد. الآن من المواد هاي خفضات بسموها خفضات التوتر السطحي. مصطلح خافض التوتر السطحي مستخدم كلمة مصطلح عامل له فعالية على السطح Surface Acting Agent، عرف عن طريق جمعية العلوم والأعشاب الأمريكية Weed Science Society Agency لأنه مادة تسهل أو تسهم في استحلال أو انتشار أو تبليل أو تحوير صفات سطوح المواد الممزوجة بحيث يسهل خلطها وتوزيعها لدى تلامسها مع بعضها في تجهيزات المبيدات. يحتوي جزء على طرف محب للدهون وأخرى محب للماء. لأن خفضات التوتر السطحي هاي زي ما نشوفها في الشكل سطح المادة الممزوجة بيكون عندك سطح محب للماء وسطح محب للدهون. ولذلك أنا بدي أعمل خافض بضيف المادة خافض التوتر السطحي بتكون الطرف من سلسة طويلة من هاي المحب للدهون بيكون كربون مهدرج أحماض دهنية كحولات مشتقة أو فينولات مرتبطة بسلسلة كربونية أو حلق من البنزين. جميع الذائبة في الدهون قليلة ذوابت الماء. الطرف اللي بيجذب الطرف القطبي، هذا الطرف غير قطبي، الطرف القطبي بيجذب إلى المكون المائي، فلذلك بصير عندنا استحلال. المادة اللي إذا تركت انفصلت إلى جزء دهني وجزء مائي ما بتدوب في المي، مثل كيف زي كان حطينا زيت في الماء في مي تنفصل طبقة الزيت عن طبقة الماء. هذه المادة تعمل خافضة اللي هي خافضات السطح، تعمل عملية استحلاب وعدم قابلية الفصل بين المركبات القطبية وغير القطبية أو الزيتية وغير الزيتية. لأن الويتنج ايجنتس اللي هي المواد المبللة تضاف المواد المبللة للمبيدات التي ترش من أجل زيادة انتشار تطيرات الرش فوق سطح الأوراق بديها تنتشر، وليس من ضرورة تكون مادة خافضة توتر سطحي. يعني مش شرط يكون عندي طرف محب للماء وطرف محب للدهون، عندي هاي المواد المبللة بديها تفرش. بنشوف هاي المادة مبللة وهنا بدون مادة مبللة، هنا تأثير المواد المبللة على انتشار تطيرات الرش فوق سطح الأوراق. إذا ما عندي مادة مبللة طلعت خطة الماء صارت هون كروية، وهون طلع هون انتشرت مع المادة المبللة اللي ضفناها للمبيد انتشرت على السطح، وبذلك أصبح هناك تبلل للأسطح. من التأثير كل المواد المضافة غير مفهوم تماما، ولكنه من المعروف أن أقصى خفض في قيمة التوتر السطحي يحدث عندما يكون تركيز المادة المبللة أقل من 1%. هذا يعني أن زيادة تركيز المادة المبللة يزيد من مدى انتشار الطائرات المرشوشة. الشغلة مش بالكثرة، أفضل شيء 1% فما دون كنسبة مادة مبللة تدخل في تضاف إلى المادة الفعالة. إلا أن امتصاص فعاليتها العديد من المبيدات خاصة مبيدات الأعشاب تزيد زيادة تركيز المادة أكثر من 1%. مبيدات الأعشاب حالة خاصة بعضها في زيادة تزيد من المادة المبللة بتكون الفعالية أكثر وبتكون جيدة الاستخدام. نيجي إلى مادة للزيوت.
استخدم الجود في رسم وبدات الاعشاب متعدد السنوات، وهي مواد مساعده لانها لا تخفض التوتر السطحي، وتقسم الى ثلاث انواع. عندنا ثلاث انواع من الجود المستخدمه، وهم معتبرين هاي مواد مضافه، وفي واحد من نسب احد الانواع بنحكي عنه انه قد يستخدم لحاله مش ماده مضافه كاله تاثير على الاعشاب. اول نوع جود ذات الاثر العام النوت سيلكتيف اويل، النوع الثاني ذات سميه انتقاليه للسيلكتيف اويلز، والزيوت النباتيه ثالثا الفايتوبلازم اويل. نسبة زيوت الاثر العام هي زيوت ثقيله ذات درجه عاليه من عدم التشبع. عدم التشبع يعني وجود روابط مزدوجه في المركب كثير، مش يعني غير معبأ، في عندي روابط مزدوجه يعني قادره على الارتباط. عندي روابط في المركب بدها ترتبط مع مركبات اخرى او ذرات اخرى، هنا بتكون عندنا يحتوي جزء منها على عدد كبير من الروابط المزدوجه وثلاثيه. تضاف عامل لمبيدات مكافئه شبع جوانب الطرق قنوات الري وعلى جوانب مصارف المياه. نيجي على الزيوت ذات سميه انتقائيه سيلكتيف، عندها تخصصيه ليست كالحقيقه مواد مساعده، لانه يمكن رش منفرد بدون خلطها مع الماء او مبيد الاعشاب، لها تاثير لحالها. زيوتها متوسطه، تستخدم غالبا كافة الاعشاب اذا عرضت الاوراق في محاصيل معينه، لها تاثير على الاعشاب ذات الاوراق العريضه مثل محاصيل تبع العاله الجزر، التي يظهر انها تتحمل تاثير الزيوت على نظام الاكسيد والخلايا. العاله الجزر تتحمل هذه الزيوت، لذلك ممكن استخدامها عليها، وبذلك نكافئ الاعشاب ذات الاوراق العريضه، وهذه تحدث المكافحه دون احداث الضرر المحصول. عندنا زيوت الفايتو بلاكس اويل، هي زيوت نباتيه يطلق عليها احيانا زيوت الرش، هي زيوت خفيفه قريبه من درجه الشفاء، ما فيها زي ما حكينا في الزيوت الاثر العام اللي رواتها مزدوجه وثلاثيه اللي قد مشروعه مشبعه، هنا قريبه من درجه التشبع، وهي زيوت برافينيه عاليه التكرير، غير سامه للنبات مفردها، وغالبا تضاف لمبيدات الاعشاب اللي تحتاج مساعده في اختراق ودخول النبات. في عندنا بدنا مبيدات تدخل داخل النبات، عندنا يعني قسم محب للماء وقسم محب للدهون في الأنسجة، لذلك بدنا إشي يساعد على الدخول في الدهون النباتية، وهنا الزيوت هاي بتساعد على ذلك، وخصوصا إنها خفيفة جدا ومشبعة. أكثر استخدام لها مع مبيد الأترازين درجة بعد فزوق بادرات الأعشاب، طبعا مخلوطة مع مواد خافضة توتر السطح بنسبة قد تصل إلى 20%، بنرش بمعدل 2 إلى 4 لتر للهكتار مع مبيدات الأعشاب بعد الفزوق. هسه الآن خلاط المبيدات، كيف نخلط المبيدات؟ ليش نخلط المبيدات؟ يمكن خلط المبيدات والكنوات الزراعية ورشها في وقت واحد للأغلاط التالية، بدنا نوفر وقت، تقليل تكلفة الرش، تقليل رص التربة نتيجة تخفيض عدد المرات مرور الآليات الثقيلة عليها. لانه ده بيعنى بالرش باستخدام التراكتورات، وطالع نازل تراكتور على الارض اذا بده يربص للتربه، لذلك كل ما خففت مرور الاليات على التربه بقلل الرص تبعها. قد يكون لخلط المبيدات الاعشاب فوائد اخرى اضافيه، خصوصا على الحصول على مكافحه اشمل للاعشاب. انا بدي عندي العديد من الانواع من الاعشاب، كل فئه او نوع من الأعشاب له مبيد معين، فهمت كيف؟ فأخلط مبيدين ثلاثة مبيدين مثلا من الأعشاب مشان يكون أشمل للحقل. تقليل معدلات رش كل مبيد في الخليط، ممكن أوفر من المبيد. تقليل حدوث الإحلال في أنواع الأعشاب، إشي بيحل محل إشي نتيجة المنافس العشب المنافسة راحت، هيك أنا بقضي على الكل. قد يكون الخليط تأثير محفز سينرجيستك بالمبيد، الخلط هذا بخلي المبيد الثاني اكثر قوه. شو مشاكلنا في خلط المبيدات؟ يجب انتباه عن خلط المبيدات خوفا من حدوث نيره، زياده تضرر نباتات اقتصاديه بالمبيد، تقليل انتقائيه المبيدات انتقائيه، اذا خلطناها بتبطل انتقائيه بتضر المحصول تبعها، وهذه المرات بتقلل الفعاليه. مثلا نجي لآلات الرش والتعطير.
السلام عليكم، صوت مسموع؟ مسموع دكتور. نكمل إن شاء الله. أنا أسأل عن آلات الرشف والتأثير تتعرض جميع الحاصلة الزراعية والبستانية لإصابة بالأمراض لافتة الشرب، مما يترتب عليها منع تحديد نمو النبات وقد يسبب في فنائها، وهذا يجعل من الضروري أن يتواجد في كل مزرعة معدات تعمل على معالجة أو وقاية الحاصلات من تلك الأمراض. لذلك فإن اختيار هذه الآلات التي تقوم برشف أو تعفير عديد من المواد اللازمة للإنتاج الزراعي، مثل نستخدم أدوات الرشف والتعفير مشان أنواع المبيدات المختلفة، الأسمدة السائلة، محاليل التغذية، رش بعض الهرمونات اللازمة، مما ويعتبر من أصعب الأمور وأهمها الإطلاق الرش والاستخدامات، حيث قد يؤدي انجراف هذا المواد من مساحات المعالجة إلى تسريب على نباتات أخرى مجاورة قد تكون مخصصة لاستهلاك الآدمي والحيوان. هنا أن المشكلة إذا استخدم الآلة خطأ وطبق الطريقة غلط بصير عندي انجراف المبيد إلى المناطق اللي أنا ما برشها وممكن تسبب لي مشاكل، وبعض المبيدات والحشرات قد تكون عالقة بالنباتات اللي تأكلها الحيوانات ومن ثم تتركز في دهون ولبن هذه الحيوانات، الأمر الذي يشكل خطورة على الإنسان عند استهلاك منتجاتها. كذلك انجراف مبيدات الحشائش أو الهرمونات قد يدور محصلة حساسة المجاورة، وفي كثير من الحالات سببت المبيدات نوعا من عدم الاتزان به، ولذلك يجب اختيار نوع المبيد المناسب، نوع الآلة المناسبة، طريقة وظروف المناسبة للرش لتقليل كمية المبيدات المستخدمة وزيادة فعاليتها ولتقليل الانجراف والأثر الضار المتبقي لهذه الكيماويات. ولسهولة انجراف مواد التعفير وانخفاض الكفاءة التسريبية لها عن مواد الرش، فإن معظم مبيدات الآفات تكون على صور مواد رش وهي عادة مستحلبة مائية أو محاليل مساحية قابلة للبلد، وذلك لتقليل المشاكل المرتبطه بانجراف المبيدات. مجال استعمال آلات الرش والتعفير، لان آلات الرش والتعفير نستخدمهم بكثير من الامور، بالرش او بنعفر المبيدات الحشريه مكافحه الحشرات الزراعيه، رش وتعفير المبيدات فطريه مكافحه امراض النبات، رش وتعفير المبيدات خاصه مكافحه الحشائش الويس الضاره، رش معلل قبل الحصاد لمعاملات النبات حتى تكون صالحه للحصاد بالآلات الحديثه، كازات اوراق القطن قبل جنب الآلات جني القطن، رش الهرمونات زيت محصول الفاكهة أو من اقساطه مبكر، رش المحلي الغذائي على أوراق النباتات مباشرة الأسفل. أنواع الآلات الرش في تقسيمات كثيرة، ارتأينا هذا التقسيم من أن آلات غير قابلة للضغط، آلات تستخدم الضغط إن كان دفع هوائي أو دفع هيدروليكي، آلات الرش ذات الحجم القليل جداً.